السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج نعم أستطيع، والنهاردة الحلقة 218 على التوالي. معاكم النهاردة الجوكر. الجوكر النهاردة طالع مش في ميعاده، طالع في ميعاد تاني جدا، عشان الإعلامية الصغيرة الجميلة اللهلوبة جنى علي النهاردة عندها ظرف طارئ وما جاتش، فطلعت مكانها أقدمها وأكمل حلقتها معاها بالتوازي. جانا النهاردة في بيتها عندها ظرف طارئ، ولكن هتكون معانا على الخط تكمل حلقتها معايا وأنا وهي نحلل شغلها ونعرض شغلها ليكم. معايا جانا؟ ألو جانا؟ جانا ألو؟ ألو، صباح الخير يا حبيبتي، عاملة إيه؟ صباح النور، الحمد لله كويس. أخبارك النهاردة؟ الجمهور كان مستنيكي، وحشك النهاردة. الجمهور النهاردة إيه النظام؟ تقولي لهم إيه النهاردة؟ النهاردة حابة بداية كلامي حابة أعزي الفنانة القديرة رجاء الجداوي. انا بعتذر النهارده عن عدم وجودي لظروف شخصيه، وحشتوني جدا جدا، والكاميرا وحشتني قوي، وان شاء الله هبقى معاكم الحلقه الجايه ان شاء الله يا حبيبتي. طبعا زي ما انت قلتي ان مصر كلها بتعزي الفنانه القديره الراحله رجاء الجداوي، احد علامات السينما البارزه جدا جدا جدا، وكل كان بيثني عليها جدا، ويمكن الرئيس في اخر حواراته كان بيتكلم عنها بطريقه حلوه قوي. رجاء الجداوي ماتت متوفاه يعني بمرض كورونا بعد صراع مع المرض في إسماعيلية في الحجر الصحي، ولكن راحت للي خالقها وربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. اللهم امين، اللهم امين يا رب. طيب جانا النهارده نبدا حلقتنا النهارده ونقول هنسمع او نشوف شويه فيديوهات ليكي. طبعا جانا يا جماعه دي ممثله عبقريه اعلاميه رائعه، بسميها دايما البنت الهلوبه. هنعرض ليكي اول فيديو يا جانا، وبعد ما نعرض الفيديو هنبدا انا وانت نعقب عليه، نشوف عملتيه ازاي، ايه خطتك، مخمختي فيه ازاي. معايا؟ معاك. طيب نطلع يا جماعه نشوف اول فيديو لجانا علي ونرجع تاني نكمل حوارنا معاك. ايه ده بابي؟ الو، وحشتيني قوي 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 قوي، انت مش هترجع بقى؟ وحشتيني قوي. ظروف؟ ظروف ايه يا بابا؟ انت بقالك 5 سنين مسافر، مش هترجع؟ انا مش قادره اعيش من غيرك، وبعد وفاة ماما انا تعبت يا بابا. الو الو، خدت ابا ما اعرفش، بيقول لي ظروف ايه يا جون يا عسل، ايه الامر الجميل ده؟ يا ترى الفيديو ده نظامه ايه يا جنى؟ يعني مخمخت فيه ازاي؟ عملت ازاي؟ ايه نظام؟ هو انا كنت مش لاقي موبايل اعمل بيه، فجبت ريموت وقعدت امثل الشخصيه، بس انا تعبت فيها قوي. وبعدين الشخصيه دي كانت مختارها ماما، تعبت فيها قوي 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 قبل ما عملتها، بس الحمد لله قدرت يعني ان انا اعملها. تمام. كالعادة يا جنى، ده خطتك ولا خطة ماما ولا خطة بابا؟ مين؟ لا، خطة ماما. جنى طبعا عارفين ان هي ممثلة قديرة واعلامية قديرة. انت شايفة حلمك بيتحقق يا جنى الفترة دي، ولا شايفة ايه بالظبط؟ شايفة ان حلمي بيتحقق. الفيديو ده رائع يا جنى ليكي قوي. تحسي انك يا جنى انسة كبيرة، مش طفلة عندها 11 سنة خالص، ما شاء الله عليكي يا رب يا رب. دي حاجة جميلة ليكي قوي. انا شايف الفيديو بتعرض على الشاشه تاني، جانا البنت اللي تحسها انسه عندها 21 سنه، مش مجرد بنت عاديه صغيره خالص يعني. طيب هنطلع نشوف فيديو تاني يا جماعه. هنجهز فيديو رقم 2 يا جماعه، فيديو رقم 2 لجانا. الو معايا يا جماعه؟ هنجهز فيديو رقم 2 لجانا، نطلع بيها جانا ونرجع لك تاني نكمل التعقيب عليه. معايا جانا؟ يلا نطلع يا جماعه نشوف فيديو رقم 2 للاموره اللهلوبه جانا. شغل في البيوت تاني مش هشتغل عند الولية دي تاني. لا، طب بقول لك يا نعيمة، اما نبقى نروح نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. اما انا يا نعيمة مش هشتغل في البيوت تاني، كفاية قوي كده علينا. طيب ماشي. طبعا يا جوجي يا قمر، ده فيديو مختلف تماما عن اللي فات، تعقيبك ايه على ده؟ تعليقي ان ده كان دور برضه بلدي لنعيمة، كان يعني الدور في نعيمة،
فانا حبيت الدور ده قوي لاني انا بعرف امثل الادوار الشعبيه، فالدور ده انا حبيته قوي ولقيت ان انا هعرف اعمله. وانا ساعات بحفظ كده يعني لقطات شعبيه من الافلام فبحبها قوي، بعجب بيها وبقعد اعملها مع نفسي. طيب احنا عندنا شويه فيديوهات صغيره ليك يا جنى، شويه فيديوهات صغيره يا جماعه، هنعرضها كده على التوالي على طول ورا بعضها. في فيديوهات صغيره 18 ثانيه و20 ثانيه ليك يا جنى، هعرضهم لك دلوقتي برضو ونشوف رايك فيهم ايه، عملتهم ازاي، ايه خطتك فيهم الحاجات دي، عشان في ناس النهارده صغيره ممكن تقلدك وتقول انا نفسي اكون زي الطفله الصغيره دي واطلع واشتغل واقول انا ليه اقعد في بيتي. بالعكس، جنى النهارده ممكن تكون قدوه لبنات كتيره قوي 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 بتشتغل على ارض الواقع. ممكن يا جماعه نجهز فيديو رقم ثلاثه، يلا نطلع فيديو رقم ثلاثة ونرجع لكم تاني. بمنتهى الأسوأ، بمنتهى الاحتقار، هو ده العدل يا حكومة؟ هو ده العدل يا ناس؟ أنا بجد مصدوم مصدوم مصدوم. بيعملنا بمنتهى الأسوأ. إيه يا عم جوجي؟ إيه ده كمان؟ شايفة إيه؟ كان من فيلم تامر حسني ومر وسلمى. أنا بحب تامر حسني أوي وبحترمه جدا جدا جدا، وبحب كل أفلامه وكل الأعمال اللي هو بيعملها، على طول بيطلع في أدوار كويسة ومحترمة، بحب أدواره أوي بجد. تمام. طيب جانا، أنت إيه خطتك الفترة الجاية؟ ناوية عليه الفترة الجاية إن شاء الله، ناوية تعملي إيه بالظبط؟ إيه الخطة اللي أنت حاطاها ليكي كده إن شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله؟ معايا جانا؟ يعني في بداية إن أنا بدأت حلقة حلوة كده جميلة، يعني إن شاء الله حلقة، وبدأت أحقق حلمي وأحقق طموحاتي. وإن شاء الله بالتدريج يعني هقدر أوصل للي أنا عاوزاه. تاني يا جماعة بأكد، جنى علي هي بنت بسيطة جدا من مدينة طنطا بالغربية في خمسة ابتدائي، عندها 11 سنة وربنا اداها شوية مواهب جبارة بصراحة. لها أم مثابرة جدا وراها وأب بيحبها جدا، والاتنين وجدها وجدتها وخالها والأسرة كلها بيدعموها جدا جدا جدا. عشان كده جنى معانا كانت ضيفة مع الجوكر في أول حلقاتها، بعد كده بقت مذيعة لها برنامج خاص وحلقة خاصة كل يوم 3 الساعة 10 ونص، تطلع تتكلم في السياسة وفي الاقتصاد وفي الكورة وكمان في موهبها العظيمة. كانت بنت بصراحة أنا بسميها اللهلوبة أو فيروز رقم اتنين، أنا شايفها جاية جدا البنت دي وأنا بدعمها شخصيا. وبقول لك يا جنى، أنت مش مجرد معايا حلقة واتنين وتلاتة وأربعة وتدريب، لا بالعكس أنت معايا على طول، إن شاء الله هوصلك لمكان كويس أوي أوي أوي. أشكرك. عايزة توجهي أي رسالة يا جنى ولا حاجة؟ جنى؟ لا. رسالة لبابا ولا لماما يعني أي حاجة كده يا جنى؟ أوجه رسالة ليهم. حاضر، حابة أوجه رسالة لماما، شكرا كبير أوي. هي اللي كانت بتقعد تقول لي اعملي ده، لا ما تعمليش ده، وكانت هي اللي بتشجعني على طول. بحب أوجه شكر كبير أوي لبابا، هو اتصرف في المكان اللي أنا فيه وكان بيفتخر بيا، وأنا حابة أوجه شكر كبير أوي. ربنا يخلي لك بابا وماما يا رب، لأنهم خير سند ليكي في الحياة، ودايما صله الرحم والاب والام هم اعظم نعمه، ودايما اللي عايزك احسن منه يا جنى ابوك وامك، وفقط اكتر اتنين بيحبوك في الدنيا او بيحبوا اي حد الاب والام. اشكرك يا جنى على المداخله اللي من بعيد النهارده، وانت مذيعه على الهوا النهارده، شرفتيني ونورتيني يا حبيبتي، شكرا يا جنى. انتهت حلقه صغيره النهارده زي ما قلت لكم، دي مش حلقه الجوكر ولكن حلقه الاعلاميه جنى علي، كنت بديل ليها النهارده وبحاول من على الهوا، عندها ظرف طارئ ربنا يشفي لها ومامتها يا رب، فقلنا نعمل حلقه بديله ليها ونحاول نجيبها لكم على الهوا عشان تعبر عن شغلها. هي طبعا احسن مني بكتير في التعبير، ولكن كنت بحاول اسندها النهارده تكمل حلقه من حلقاتها معانا في برنامج نعم استطيع. اختم حلقتي واقول دايما تفائلوا بالله خيرا، تفائلوا بالخير تجدوه، لا شيء مستحيل، ان الله على كل شيء قدير، ما بين الكاف والنون يوجد رب يقول للشيء كن فيكون. سيدنا علي بيقول كل متوقع آت، فتوقع ما تتمنى شرط الصبر والسعي والاجتهاد. ربنا بيقول أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله الخير وإن ظن شرا فله الشر. ما قلت الأخيرة هختم بها وأقول احلم وصدق حلمك، احلم وصدق نفسك، وقول يا رب يا رب يا رب أكيد هيديك، وربنا يا جماعة ما بيديش إلا اللي عايز. أشوفكم دايما على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.